النازحين أتوا من مدينة الموصل، مضى عليهم أكثر من سنتين تحت سيطرة داعش، يعانون من جملة من المعاناة النفسية والمالية. مع بدء عمليات قادمون إلى نينوى، أوعزت وزارة الهجرة والمهجرين إلى كوادرها بفتح هذا المخيم. فبداية الأمر قمنا بمسح ميداني على كافة المخيم وكافة القطاعات، وخلال هذا المسح قمنا بتسجيل احتياجات جميع النازحين. كما تعلمون نحن في فصل الشتاء، والمنطقة مناخها تتميز بمناخ بارد. قمنا ولساعات متأخرة من الليل بتوزيع مادة النفط الأبيض على العوائل. الدافع اللي خلاني اتطوع ويا الهجرة والمهجرين هو تقديم أبسط المساعدات للإخوان اللي هنا والأهلي. بدأنا بتسجيل العودة للمناطق التي تحررت، وما هي إن شاء الله إلا أيام حتى يعودون، ونطلب مساعدتهم لنعبر هذه المحنة إن شاء الله.